مساء الخير على الجميع. كورفت موديل 2003 لوحات سعودية راح ينزل مزاد صفقة لمدة يومين أو ثلاثة أيام. راح نشرح لكم السيارة بالكامل، الإضافات، الملاحظات، وراح تشوفوها في تقرير المزاد. كذلك يا أخوان الفحص المقدم من طرفنا يعني على الملاحظات الواضحة اللي نشوفها في السيارة. اللي حاب يجي ويشوف السيارة ويتأكد ويفحص بنفسه حياه الله خلال فترة المزاد. 2003 يا أخوان، جير توماتيك، مجدد الصبغ، الماكينة 5.7 LS1، الداخلية جلد، في نظام صوتي مع بوز. راح نضيف لكم كل الملاحظات في تقرير المزاد إن شاء الله. عندكم ريموت، بروجيكتر، الإضافات اللي إضافها المالك. عندكم الرفارف الخلفية العريضة، هذه هي رفارف خلفية عريضة زي ما أنتم شايفين. عندكم كذلك فلتر كي إن جناح اللي هو هذا اللي تشوفوه، سبويلر الأسود. عندكم الجنوط كذلك، الجنوط طبعا مكلفة تقريبا أكثر من 10,000 ريال. عندكم كفرات أمامية وخلفية، الخلفية مع الجنوط عريضة يا أخوان زي ما تلاحظوا، أعرض من الأمامية الجنط. وراح نعطيكم جميع المواصفات في تقرير المزاد. الصبغ مجدد، يوجد بعض الملاحظات في الصبغ. طبعا سيارة موديل 2003 عليها لوحات سعودية، جير توماتيك، الممشى في العداد يعطينا 113,000 كيلو. أي ملاحظات أخرى راح تذكر في تقرير المزاد يا أخوان. طبعا الكفرات هذه ركبها المالك شهر 9 سنة 2021. نكمل لكم التصوير يا أخوان. طبعا راح نذكر لكم الإضافات اللي عملها المالك في وصف المزاد وفي تقرير المزاد كذلك. راح نذكر لكم جميع الملاحظات. سيارة جميلة 2003، انتم عارفين الموديل هذا ما يدخل السعودية حاليا. السيارة عليها لوحات سعودية، استمارة جديدة، والفحص جديد جاهز للنقل او التصدير. طبعا التوب موجود، التي توب لون اسود. اي استفسار، اي ملاحظات، حياكم يا اخوان. اي شخص حاب يزود على السيارة، يبغى صور، معلومات، يتواصل مع فريق المزاد وراح يعطوه جميع الصور والفيديوهات. المن الفيديو التفصيلي راح يكون في موقع المزاد صفقة.sa وفي اليوتيوب كذلك. لكن بعض العملاء حاب انه يطلع اكثر ومن حقه طبيعي، فالموظفين تبعين المزاد هنا تقدروا تستعينوا فيهم يا اخوان في اي وقت. ونشوفكم على خير.